مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذه هي عناوين حلقتنا هذه الليلة. بلا شك تتابعون المستجدات المتعلقة بمعسكري منتخباتنا الوطنية الأول وكذلك الأولمبي ومنتخب الناشئين. آخر مباراة مع المنتخب السعودي وديا طبعا تقدموا فيها أو فازوا فيها بواحد دون رد. كان يفترض الخميس أن يلعب منتخبنا الأولمبي مع نادي الإسماعيلية أحد الأندية المعروفة داخل مصر الشقيقة، وتوقفت المباراة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وبلا شك سيتم الإعلان عن موعد آخر. المنتخب الأول سيواجه نادي الزمالك بطل الدوري المصري وأحد أشهر الأندية على مستوى الوطن العربي. لربما هناك الكثير من الأمور الفنية والقراءة التحليلية التي سنناقشها في هذا الجوانب مع ضيوف الذين سينضمون معي تباعا معي حاليا عبر الهاتف الكابتن القدير الوطني خالد الزامكي. كابتن خالد سعد الله مساك بالخير، وهو مدرب طبعا نادي وحدة عدن. أهلا وسهلا بك كابتن خالد، سعداء جدا بتواجدك معي في هذا البرنامج. شخصيا أنا من المعجبين حقيقة بقراءاتك وتحليلاتك الفنية. بلا شك أنت تتابع ما يدور في المعسكرات سواء في مصر أو حتى في المملكة العربية السعودية. خلينا نبدأ من المنتخب الأولمبي، كان يفترض أن يلعب مع نادي الإسماعيلية، قبلها فاز مع أحد أندية مصر تقريبا في الدرجة الأولى بثلاثة أهداف دون رد. كيف يمكن الحديث عن أهمية مثل هكذا مباريات، وخصوصا أنها مع أندية وليست مع منتخبات، ونحن نستعد لبطولتين، الأولى غرب آسيا والثانية مجموعات تمهيدية آسيا؟ في البداية أسعد الله مساءك أستاذ علي، وأنا سعيد جدا أيضا بتواجدي معك، وأنا أيضا من الناس المعجبين بك شخصيا، ربنا يفرجك إن شاء الله. كما هي التحية لك ولجميع مشاهدينك الكرام. نأتي حبة حبة. بالنسبة للمنتخب الأولمبي طبعا كلنا طبعاً القرعة، وأنا أرى إلى حد كبير متوازنة. لبنان عمان سيد أعداد المنتخب الأولمبي، عمل معسكر في مأرب قيادة المدرب القدير كابتن محمد سالم الزريقي، والذي أوصل المنتخب إلى جاهزية مقبولة، ثم انتقل المعسكر إلى مصر، ثم خاض مباراة أمام الرجاء المصري. لا أعرف تفاصيل هذه المباراة بالضبط بشكل كامل، ولكن الذي أنا متأكد فيه وأعرفه أنه كل عناصر هذا المنتخب هم خليط من منتخب شباب سابق، وخليط من منتخب أولمبي سابق، وأيضا من عناصر تواجدت مع المنتخب الأول. فهذه التوليفة كلها تحتاج إلى صبر، إلى لعب مباريات ودية بشكل أكبر. طبعا ستكون بروفة الغرب آسيا بروفا ممتازة جدا، صح سنتوفر على مباريتين، وأتمنى أن يتأهل إلى الدور الثاني حتى يكون هناك انسجام أكبر، حتى يكتسب اللاعبين خبرات أكبر، لأن معظمهم ناس لعبت ثلاث مباريات، ناس لعبت بطولة مع الشباب، وناس لا، يعني ما زال هناك في تشتت نوعا ما. لكن الجزئية المهمة التي هي أنه لن يتوفر هذا المنتخب على مباريات ودية على مستوى عالي، صحيح. بالتالي وصب اهتمام الاتحاد العام لكرة القدم على الناشئين، وهذه تحسب سلبية طبعا في الاتحاد العام لكرة القدم. يفترض أن يعطي اهتمام أكبر للمنتخب الأولمبي، لأن المنتخب الأولمبي هذا الموجود هو نواة للمنتخب الأول، صحيح. وفي نفس الحال أو نفس الوقت المنتخب الأول لا توجد لديه ملامح بشكل كامل. هل العناصر المتواجدة ستبقى مع المنتخب الأولمبي أم لا؟ الجميع يقول أن الجل أو أغلب العناصر هي للمنتخب الأول، هي من الأولمبي. طيب ما دام الأغلبية من الأولمبي، ابقي على العشرة، ما أنتش خسران حاجة، ابقي على العشرة حتى إلى تصفيات ما بعد غرب آسيا، اللي تصفيات في شهر 9 اللي هي التصفيات الآسيوية. نعم. طالما 10 إلى 12 لاعب مش مكلفين كثير، ابقيهم مع بعض حتى يكون هناك تجانس كبير. نعم. طيب كابتن خالد، يعني أنت طرحت حقيقة جملة من النقاط المهمة التي سنناقشها، لكن للأسف الوقت ضيق معنا قليل. الآن مباراة أو بطولة غرب آسيا التي حتقام بعد تقريبا 12 يوم من الآن في العراق، حيتبقى أمامنا ثلاثة أشهر حتى تأتي التصفيات التمهيدية لنهائيات آسيا. ثلاثة أشهر، هل هذا الوقت يعني كافي ل الاستعداد بشكل جيد؟ لأنه في الأساس هي وجدت بطولة غرب آسيا الهدف منها الاستعداد لآسيا. الوقت غير جيد بسبب واحد، أنه لا توجد لدينا مسابقات محلية، بحيث أن اللاعبين عندما يكملوا التزاماتهم الدولية يعودوا إلى أنديتهم وينخرطوا في مسابقات محلية. هذه الجزئية غير موجودة، وهي سلبية كبيرة. أيضا هناك سلبية أخرى، أن المدرب الأجنبي
ينتظر المنتخب إلى أن يسافر إليه في دولة من الدول ذي الخارج، وهذه صحيح. سلبية كبيرة جدا. يعني يفترض أنه الاتحاد ينسق ويخلي المدرب الأجنبي يوصل إلى اليمن ويشتغل في الداخل في حالة استكمل بطولة غرب آسيا حتى يبني على ما وصل إليه، لكن تعطى إجازة واللاعبين يدخلوا في راحة سلبية أو مرحلة انتقالية ويبدأ من الصفر، ولما نبدأ نتجهز بشكل جيد لا نحصل على مباريات ودية، فبالتالي نبدأ ندخل كل بطولة من نقطة الصفر، وهذا الخطأ الذي نقع فيه دائما. يجب أن ندخل إلى غرب آسيا الآن ونحن نوعا ما مقبولين، غرب آسيا تضيف لنا أشياء جيدة، يجب أن نحافظ على هذه الجاهزية حتى نصل إلى شهر سبتمبر اللي هي المنافسة الأهم بطولة آسيا تحت 23 سنة، ونحن في جاهزية كبيرة. لكن أن تعطى إجازة لهم والمدرب يذهب إلى بلاده ومش عارف إيش هذه التفاصيل، نعود نبدأ من الصفر، وهكذا وهكذا دائما ندخل البطولات من الصفر. لماذا لا ندخل من 50% إلى 60% من جاهزية؟ هذه الجزئية لازم يركزوا فيها، ما لم نظل في نفس الفلك ندور. طيب ما الذي يفترض أن يتم كابتن خالد؟ يعني هل يفترض أن يستمر المعسكر مثلا خارجيا ويبدأ يتم التنسيق مع مبارياته وكذا، خصوصا أنه ما فيش عندنا أنشطة محلية؟ ما دام ما فيش أنشطة محلية يجب أن يتقطع المسكر ويتقطع ويكون البرنامج موجود على شكل فترات، يعني يكملوا غرب آسيا يأخذوا مثلا إجازة أسبوع بك يعني على أكبر قدر ممكن، من ثم تكون هناك مباريات ودية على مستوى عالي أو مستوى متوسط، يأخذ إجازة أسبوع ثم يدخل في معسكر ويتمرن لمدة 10 أيام، تكون هناك مباراة ودية بعدها بعشر أيام مباراة ودية، وهكذا يظل اللاعبين والفريق في جاهزية كاملة. لا أن يذهب المدرب إلى بلاده والمنتخب يعود إلى بلاده ونعود من الصفر. بالتالي لازم أن يكون هناك استمرارية. طيب كابتن خالد، أنت كيف تقرأ العناصر اللي موجودة ضمن المنتخب الأولمبي؟ هل هؤلاء هم من يمكن أن نضع فيهم الأمل، خصوصا أن هؤلاء هم نواة المنتخب الأول وسيعول عليهم المدرب والكادر الفني بشكل كبير لأن يكونوا هم المنتخب؟ هم العناصر صراحة الموجودة ممتازة، وقد تكون هناك عناصر خارج المنتخب أيضا ممتازة جدا، ولكن بسبب أيضا لا توجد مسابقات محلية قد يظلم لاعبين كثير، لكن الأهم من ذلك أن المتواجدين ممتازين، ممكن أن يشتغل يعني عليهم برامج مكثفة ومرتبة ونصبح منتخب قوي جدا. الأهم من ذلك أن تكون هناك استمرارية وتكون هناك في رؤية واضحة. نعم. أنا أعتقد أنهم لو جلسوا مع الجهاز الفني بقيادة المدرب سكوب بأنه لازم يشتغل من الداخل، لازم يدخل الفترات هذه الطويلة، لأنه الاتحاد دائما بيشكي من الضائقة المالية، يجب أن يقنعوه بأن يدخل للداخل في اليمن ويشتغل أكثر حتى بيكون عنده فرصة أكبر ويشاهد عدد كبير من العناصر اللي قد تكون مظلومة. بالتالي أن يظل هو برا والمنتخب يتجهز أسبوعين أو 3 أسابيع ويسافر إلى معسكر خارجي، هذه معضلة كبيرة وبتشل علينا يمكن 40% إلى 30% من قوتنا. نعم كابتن خالد، قبل أن ننتقل للناشئين سؤال أخير في هذه الجزئية، هناك من يتحدث بأنه وجود كادر فني واحد للمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، وخصوصا حينما يتصادف بطولات مع مباريات، تم إلغاء مباراة منتخبنا الأول مع ماليزيا نتيجة يعني وجود البطولة غرب آسيا في نفس التوقيت مع المباراة الذي كان تم التنسيق لها، هل هذا يعتبر فعلا أمر سلبي ويفترض تجهيز أو وجود كادر فني أيضا للمنتخب الأولمبي، أو أنت لا تتفق مع هذه النقطة؟ أنا أتفق مع أن يفصل، أن يتم الفصل ما بين الجهاز الفني للمنتخب الأول والأولمبي. أنا كنت في تجربة سابقة في نفس هذا الوضع بالضبط أستاذ علي في عام 2015، نهاية 2015 بداية 2016، كنا مع الكابتن أمين السنيني في تصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكنا أيضا نلعب في غرب آسيا في قطر، وصادفت الأمور أن يذهب المنتخب الأول إلى كوريا الشمالية ونحن وصلنا إلى المربع في غرب آسيا، فتم إرسال 13 إلى 14 لاعب تخيل يلعبوا في كوريا الشمالية، وأبقينا على مجموعة من اللاعبين الذي لم يكتمل القوام، فاضطرينا نأخذ منتخب الشباب، وقصة طويلة عريضة. فبالتالي لازم الفصل ما بين الجهازين فنيين حتى يكون سكوب مشرف فني على جميع الأجهزة، ما فيش إشكال، لكن كلف جهاز فني آخر للمنتخب الأولمبي يشتغل تحت إشراف المدرب العام اللي هو الكابتن سكوب، وبالتالي أنت تستطيع أن تواجه أي ظرف. لكن أن تلغي مباراة يعني بالكاد حصلت عليها أمام منتخب ماليزيا وفي ظروف جيدة وتضطر أنك تلغيها بسبب أن المنتخب مزدوج، يا أخي لا، لازم تفصل. افصل مثلا الاتحاد يقول أنا ضائقة مالية، كيف ضائقة مالية وأنت كل يوم تعين؟ أصبع لدينا عملاء عموم مساعدين بعدد عناصر أو أعضاء الاتحاد العام وكرة قدم، فأنت كيف تقول عندي ضائقة مالية وكل شوية تعيين تعيينات جديدة؟
يا اخي انت تكون نهجك واحد، افصل هؤلاء المنتخبين عن بعض حتى النتيجه المحصله النهائيه تكون كويسه، وخلي اسكوب مشرف على جميع الفئات وتمشي الامور بشكل جيد. نعم، المنتخب الناشئين حاليا يستعد في مدينه الدمام شرق المملكه العربيه السعوديه لمواجهه فيتنام، وهي ضمن ايضا استعدادات نهائيات اسيا. خلينا نتحدث بشكل عام، في البداية خرجوا من صنعاء، اتجهوا باتجاه أوزبكستان، رجعوا إلى مصر، لعبوا مباريات هناك، ومن ثم قطر لعبوا مباريات، ومن ثم المملكة العربية السعودية فازوا. هل هذه المعسكرات سيكون لها الأثر المرجو الذي نريد الوصول إليه من أجل الوصول إلى يعني تحقيق البطولة والوصول إلى كأس العالم؟ حتى نكون منصفين، مثل ما سلطنا الضوء على السلبيات المتواجدة في المنتخب الأول والأولمبي، يجب أن نسلط الضوء على الإيجابيات الموجودة في منتخب الناشئين. يكاد هو لأول مرة أن يكون هناك معسكرات وبرنامج منتظم لمنتخب الناشئين. أنت لو لاحظت من البداية عسكروا بمدة طويلة شهرين تقريبا في صنعاء، صحيح، وكان معسكر جيد، من ثم انتقلوا لعبوا مباراتين قوية أمام أوزبكستان، كشفت للمدرب كثير من الأمور، قام بمعالجتها في معسكر القاهرة، قد يكون لعب مباراتين مع أندية ليست بالمستوى المطلوب، ولكنه بعدها انتقل إلى قطر وعسكر في قطر، من ثم انتقل إلى السعودية ولعب مباراة عالية مع منتخب عالي، ثم الآن بينتقل إلى فيتنام اللي هي نفس أجواء تايلاند اللي هي اللي هي مكان التصفيات. نعم، وبيلعب مع المنتخب الفيتنامي اللي هو أحد المنتخبات اللي الآن بيتطور بشكل كبير وقد ينافس بتشوفه في يعني في بطولة في نهاية كأس آسيا. فبالتالي إذا لاحظنا المعسكرات هذه فكلها مرتبة ومفيدة، بتتصاعد من وقت إلى آخر إلى أن ختم المعسكر في مدينة تتشابه بنفس الأجواء مع تايلاند، حتى بساعات النوم، حتى الساعة البيولوجية للتدريب واللعب. فهذا شغل كبير جدا بذل الاتحاد، يجب أن نشكر عليه في هذه الجزئية. ما أخذت عليه أنه لماذا لا يهتم بالأولمبي والأول بنفس اهتمامه للناشئين، ولكن الناشئين المفترض أن يكونوا يعني رقم صعب في هذه البطولة، لأنه المعسكرات التي خاضوها والتجارب والوديات اللي بيلعبوها كلها يعني بتعطينا مؤشر بأن المنتخب ماشي في تصاعد أيضا نتيجتنا أمام المنتخب السعودي، إلى جانب أنه شيء معنوي أنك تفوز على منتخب السعودية داخل السعودية، هناك جوانب أخرى سبب من المدرب أنك تفوز على منتخب منافس وفي أرضه. فبالتالي تطورت الأمور التكتيكية، عملت حلول للاعبين اللي فقدتهم بسبب الرنين المغناطيسي، ظهرت وجوه جديدة مثل محمد فاضل، مثل آخرين في الدفاع أو في الأظهرة. فبالتالي كل الأمور والمؤشرات بتعطينا أن منتخب الناشئين قادم على بطولة قوية. إلى أين سنصل بالناشئين؟ اللي أعرفه واللي أحس بحسب معطيات كرة القدم، رغم أنه في كرة القدم لا توقعات كلها يعني بعد صافرة الحكم تستطيع أن تتكلم، لكن نقول المؤشرات تقول بأن احنا سوف نتجاوز الدور الأول، رغم أن تايلاند يعني اعتقد ان لها دور كبير في وضع ترتيب المباريات. انت لو لاحظت ان تايلاند اجل مواجهته الى اخر مباراه معنا في جدول الترتيب. نعم، احنا بنبدا مع ماليزيا ثم بنلعب مع لاوس ثم تايلاند. يكون تايلاند عامل حسابه انه بيكون قد ضمن 6 نقاط من المباريات الاولى، وبالتالي يقول لك اجل معركه اليمن الى الاخر، وهذا دليل على انه بيحترمنا بشكل كبير. الرساله التي نوجهها منتخب الناشئين انه يجب ان يحترموا لاوس وماليزيا وتايلاند على اكبر قدر ممكن حتى نصل بنتيجة إيجابية ونصعد للدور الثاني. الخوف هو من الدور الثاني وما بعد الدور الثاني، لأن المنتخبات أو المجاميع الموجودة كلها ستفرز وسيتأهل الأقوى والأفضل. صحيح. بالتالي مباراة الدور الثاني لا يوجد فيها تعويض لأنها خروج المغلوب. أعتقد حتى وقت بدأوا ما فيش فيها مباراة رأسا تكمل ضربات جزاء، تحتاج إلى شغل وتكتيك آخر. نتمنى أنه منتخبنا يكتسب جميع المعنويات في دور المجموعات حتى يواصل إلى أن يصل إلى النهائيات، وبإذن الله إلى نهاية كأس العالم.